منو هون؟ أنا يا جدي. والهامل اللي راح مع العاطل هذيك الليلة هون؟ أنا مش هامل يا جدي. اطلع من الدار نجستها. لأنا جدتك ولا بعرفك. يا ريتك ما رجعت من ورا البحور ولا سمعتك ولا شفتك. خلص يا جدي خلص. ما بدي أسمع صوته بهالدار ولا يفوت هالهامل. أنا أنسى سواته هذيك الليلة. برا لا يفوت داري. يا جدي يا جدي هون شوي. ما انت طلعتيه وخلص. ولا عليها المدارس اللي علمته هيك سوالف ومشته هيك دروب. جدي انت طردتي سالم. انت ما خصتش. يا ريتك انت الولد وهو ما خلق. شو بده يعمل؟ مهندس كهرباء بالقري. ها يصلح موتورات الرش ولا طوريات المزارعين. وانا المن حفظت الملك. قولي يا جدي. يا جدي الله يخليك تهوني شوي. يعني كان ممكن نقنعه بدل ما نطرده. والله اللي هذه فعايله ما إله قعود بداري. أربع سنين وإحنا نستنى رجعته وبس رجع طردناه. لو سالم ظل بالقرية مثل محمود وتوظف ما رجع علينا من أول ليلة يشرب العرق. مع سلام العاطل. بس شو بدي أقول على أبوك الله يرحمه. إلك رايت برا. نورة هي نورة هاتي لي هالغليون والعي.